الموسيقية هنا بتاعة التهوية والتسلية بتاعة الشباب أهي بتظهر، بس طبعا التصوير بعيد أهي، ظاهرة أهي كأنها نقط لأنها المسافة بعيدة والكاميرا مش عارفة أجيبها. أدي طائرة، اتنين تلاتة أربعة أهي، وأدي خمسة ظهرا بعيد أهي، بس هو طبعا مسافة الكاميرا مش عارفة ترصدهم أهو. دي التسلية بتاعت الشباب في هذه البلدة، شباب بلدنا وطائرات بلدنا. حلوة دي طائرات بلدنا، دي أدي طائرات بلدنا الورقية في التسلية وفي التهوية وفي تفريغ الشحنات والطاقات الزائدة والاستمتاع بالحياة. فدي طريقة من وسائل الايه التسلية. ما عندهمش بحار ولا حدائق او ما عندهمش امكانيات، او تسلية مجانية يعني تكلفتها بسيطة. طائرات بلدنا نوع من انواع التسلية الشبابية والصبيانية والاطفال والكبار، لان دي يمسكها الكبار، فربنا يوفق. وهذه نوع من التسلية.